الرياح على شلي. انت الحرة بين انساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معون كله ما يلصقش فوق الغاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه احسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة. احسن ما في السوق ليك والباقي العايلة، بيديك انتي تحفل وتمنى المايدة. او ام اس كوزيني اوترمون. سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا. سمحت شيف، مسهلها البنة. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حذرناه سلا سلا، محذر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على زراعة الأسنان، كيفاش تنجم تكون، وخاصة نعطيو معلومات للناس اللي ناوية تزرع. كيما زادة باش نحكيو كيفاش دخلنا الطبيعة في ديكور دارنا. هذا وغيره في حلقة اليوم في برنامج الماتينال، لكن الانطلاقة تكون مع علي شيف. عسلامة فاطمة. عسلامة نهاركم زين يعيشك. عسلامة مشاهدينا الكل، مرحبا بكم من ما كنتوا، نصبح عليكم بالخير من كوجيت الماتينال. كي العادة باش نودوكم بدبارة اليوم شيف فتحية عليها الحلو. أنا عليها الحلو، تعرفها شهرزاد؟ شهرزاد وشهر يار. هذيك ألف ليلة وليلة. هذيك اسمه. الحلو اسمه ألف ليلة وليلة. والله هذيك هو يا أيوب. هيا باهي شوفوا تشنشين. اسمه ألف ليلة وليلة. أيوا كيما تحكيلوش حكاية راهو يقتلها معناها. ما نوصلوش للقتل هنا. يلزم نحكيو على ألف ليلة وليلة مع شيف فتحية باش نشوفوا هالبسكوي هذايا شنو مكوناته. ألف ليلة وليلة مكوناته زبدة، مرياح، فارينا سبيسيال جاتو وردة، فيه سكر محور، فيه سكر فاني سمارت شيف لابد، فيه شوية خميرة ونكتة زيت، وفيه سورتو ألف أخس اللي هي ألف ليلة وليلة، خاطرها فيها شوية فاكية تنوشوها كيما تحب. يعطيك الصحة، مشكورة شيف فتحية. أنا مشاهدينا اليوم باش نحضر لكم زوز وصفات لولا باش تكون فليك نتاع قراع، باش نطيبوهم في الكوشة معاهم فارس سبيسيال، ومع هذايا باش نحضروا السلاطة اخترتها باللوبيا الخضراء. توا اللوبيا الخضراء رابخة، دونك شوفوا كيفاش نعملوا بها سلاطة بنينة سهلة برشا، وخاصة فيها برشا قيمة غذائية. نمشيو لفاطمة السويد ونجيو من بعد لدباراتنا. ميرسي يا لي شيف. كيما العادة الانطلاقة تكون بالسبوت الخاصة بأورانج كروزس والكروزيير اللي على ام اس اي اوبيرا، اللي تنطلق من تونس كل نهار خميس انطلاقا من شهر جوان حتى لآخر اكتوبر. دونك كيما تشوفوا في التصاور في الفيديو اللي نعديو لكم فيهم، دونك تنجموا تعملوا دورة في المتوسط، تمشيوا نهار الخميس كيما غدوة، تنطلقوا من تونس والعودة بعد أسبوع بيان سور، ترجعوا للبرد حلق الواد، تمشيوا تعملوا دورة في المتوسط بيان سور. أكثر معلومات على الرحلة هذه تنجموا تطلبوا 50 200
2011 787، والسعر راهو انطلاقا من 1,799 دينار مع اورانج كروزز. فما برشا دلال تنجموا راكم نقولوا احنا تخلصوا بالتقسيط، تنجموا تتصلوا بهم وتعرفوا كيفاش تنجموا تختاروا الكابيني نتاعكم، خاطر فما على الاقل ثلاثه انواع نتاع كابيني تنجموا تختاروهم. دونك هذا وغيره في سبوت الخاصه بام اس اوبيرا. نشوفوا سبوت ومن بعد نرجعوا. تحب تعدي صيفيه تقعد لك على البال؟ جبنا لك لافار مع أمسي كروزير اللي تطلع من تونس وتعمل دورة في المتوسط، تمشي لباليرمو، نابل، جنوة، مارسي، برشلون وترجع لتونس. بيان سور الرحلة هذه راح يكون نهار خميس من أول جوان لآخر أكتوبر. الأسعار انطلاقا من 1,799 دينار للشخص الواحد، وراهو الخلاص بالتقسيط على خاطر دلال ما نلقاو كان مع أورانج كروزز اللي تنجموا تطلبوهم على 50-211-787 وإلا تزوروهم في 7 نهج ابن الجزار لافايت. دونك هذه كانت سبوت الخاصة بالكروزير نتاع ام اس اوبيرا امضاء اورانج كروزس اللي تنجموا تمشيو من تونس لباليرمو، نابل، جنوا، مارسي وبرشلونة وترجعوا لتونس. نعاود نذكركم بسعر انطلاق من 1,799 دينار. انا هاني حضرت اللبسه في انتظار ان شاء الله نمشي كروزير. خلينا تويكا نرحبوا بالدكتوره ايناس زاكيالي، هي طبيبه مختصه في جراحه الاسنان واللثه. مرحبا بك دكتوره. عسلامه. صافا؟ صافا تري بيان الحمد لله. دونك اليوم دكتوره نحكيو على زراعه الاسنان، هي برشا ناس تخمم فيها وكل مره يسمعوا حديث دونك ما عندهمش معلومه صحيحه. اليوم نعطيكم المعلومه الصحيحه، لكن كان تسمح نمشيو واحده للشيف قبل. كما قلت فاطمه باش نمشيو للكوجينه مباشره ونشوفوا شيف فتحيه شنو باش تحضر لنا في الهدسير اللي قالت ألف ليلة وليلة. ألوغ هوني عندي 200 غرام زبدة مريح، عندي 50 غرام سكر محور هذاك اللي يجي في وسط البسكوي، عندي زوز مغارف نتاع ماكلة زيت نباتي، سكر فاني سمارت شيف بالطبيعة لابد هذاك في وسط المكونات نتاعي، هذايا حاجة ما نبعدوش عليها في البسكوي. الوغ يلزمني جوست سكينة باش نحل ال لي تخوا باكي سكر فاني سكر فاني سمارت شيف. نحس فوري في ال اكيد كان عندنا عظم ولا حاجة دونك هكا ما هذا بلاش عظم بلاش عظم لابد شوية خل مغير فخل باش يلم البات. الخميرة ديما نحطها مع الفرينة، أنا عندي هنايا 300 غرام فرينة سبيسيال جاتو وردة هي اللي باش تلم لي البسكوي نتاعنا ومن بعد نكملوه مع بعض. يعطيك الصحة، مشكورة شيف فتحية. مشاهدينا معكم باش ننطلق في إعداد الوصفة الأولى، هل القرع الأخضر باش نعملوه في فورمة فليك باش يطيب في الكوشة في فخس بن برشا. دونك هوني حطيت أنا بصلة متوسطة فرمتها وحطيتها تذبل مع زيت زيتونة باش نزيد معها اللحم مفروم. دونك اللحم مفروم لازم نقليوه بالقدا باش نفوحوه فحات بسيطة سهلة بعد ما ياخو غرضه في التقلية. احنا باش نرجعوا الفاطمة باش ما نبطوش عليها، خليوا اللحم يطيب شوية ويتفرك من بعضه. هوني باش يتفرك نعطيكم استيس صغيرة، ديما عندكم ماء سخون بحذاكم في البويواغ هذية من عند اوفيزا، دونك ناخو منه شوية ونحطها مع اللحم باش يتفرك بالسهل ما يبقاش شاد بعضه ويكعبر لنا. دونك هكا فركوا مليح مليح ونخليه يطيب. نمشيوا الفاطمة بعد شوية تجيونا. نحكيو تويكا زراعة الأسنان مع الدكتورة إيناس زكيا، قلت لي طبيبة مختصة في جراحة الأسنان واللثة. دونك دكتورة لهنا هل الناس الكل نجموا نعملوا زراعة أسنان ولا؟ خلينا نبداو بالسؤال هذا. كونسيرنون زراعة الأسنان فما دي كريتير ولا شروط لازمهم يكونوا موجودين باش نخمموا في زراعة الأسنان، خاطر فما دي باسيون اللي ليتا جينيرال نتاعهم ما يسمحلهمش، باغ اكزومبل مرض السكري كيبدا السكر نتاعهم ماهوش مريق اللي نقولوا طايح ولا عالي برشا، لازمنا نريقلوا السكر قبل ما نتعديو للزرع، هذه حاجه من الحاجات. كيما زاد لازم نشوفوا كميه العظم، دونك ليكزامان كلينيك ليكزامان راديولوجيك اللي باش نعملوهم قبل ما نخمو في الزرع هما اللي باش يقولوا لنا اسكو نجمو ولا ما نجموش. لا ماجوريتي دي كا نجمو بيان سور،
مي فما ديكا اللي لازم ناخذوا الاحتياطات نتاعنا. فهمتك. بي شكون صار اللي خمم لهنا في زراعه الاسنان اللي مثلا ما عرفش انا عنده زرصه حتى كان الداخل والا لازم سنه حاجه ظاهره اللي معاش باش تتعوض والا اي حد ينجم يخمم مهما كان الموقع نتاع زرصه ولا سنته؟ مهما كان الموقع نتاع الزرصه نجموا نخموا ان نعوضوها كسوا القديم كسوا التالي. ما غير حلول اخرى مثلا ما جاش نخمم في حل اخر؟ فما حلول اخرى موجودين الحل بيان سور هما زوز حلول كانوا قبل اللي يستعملوهم اكثر من تو اما تو نخموا في الامبلونتولوجي اكثر أي. اللي هما لا بي بي ا بروتيز اموفيبل تتنحى وتتركب سي اون سوليسيون كي بروفيزوار فما برشا عبيد يقول لك ما نستحملش البروتيز نحيها ونركبها وتقلقوا كسوا في الماكله كسوا في المنظر فما لو بريدج مي لانكونفينيون تاع البريدج ان باش نبردوا السنه اللي قدامها واللي وراها هو اسمه استاذير جسر باش ناخذوا زوز عروس السنه اللي القدام واللي التالي باش نركبوا عليهم السنه الناقصه اللي هي في الوسط جينيرالمون دونك لامبلون نجمو نستعملوه كي يبدا عندنا سنه واحده ناقصه كيما يبدا عندنا برشا سنين ولا توتاليتي نتاع السنين ناقصين نجمو دون تو لي كا نخمو في سوليسيون دو لامبلونتولوجي. باهي توا نقولوا احنا مريض بعث لكم الغاديو نتاعو السنيه مريقلين معناتها مش السنيه بلوتو العظم سافا ما عندوش امراض وكل شيء وجاه للعياده توا باش يبدا في رحله الزراعه. هل هي بالحق رحله والا احنا جوست نهولوا فيها برشا مدام؟ احنا نهولوا فيها شويه. اي. Généralement, la mise en place d'un plan met toujours les barchabés d'Israëlouha toujours ou haja très grave ou yhaoulouha choya. Mais par contre, l'implantologie, ça a tiré à quel wakt met traitement ta larouk ou elle a taqliya. Ou l'ujia arahi met toujours barcha. Généralement, bien sûr, pas mal des cas exceptionnels. Donc, بعد ما نعملوا لي راديو اي ليكزامان كلينيك بيان سور اول مرحله انا نحطوا لامبلون اللي هو جذر استنيع جينيرالمون ماده التيتانيوم لو تيتان فما مواد اخرين بيان سور لا دوزيام ايتاب بون يقعد بها 3 موا اي سا بو الي جوسكا 6 موا نستناو مرحله لوستيو انتغراسيون هو ال تي ام العظام حول لامبلون بعد لي 3 موا هذوما كما قلت سا بو الي جوسكا 6 موا وقتها باش نعاودو نشقو عليه ونركبو عليه لا كورون ناخذو القياس ونركبو لا كورون اللي هي السنه ديفينيتيف هذا لو بروتوكول كلاسيك اللي داول قبل برشا فما دوتر بروتوكول مي عندهم لي زانديكاسيون نتاعهم ستادير نقلعو ونزرو ونركبو ونحطو لا كورون فرد نهار فرد نهار كيفاش؟ جينيرالمون سي بور لي دون القدامين خاطر انت يجيك باسيون عنده سنه القدام ناقصه صعيب باش تخليه بلاش 3 اشهر وفما دي باسيون اللي صعيب باش نحيلو تحط اون بروتيز اموفيبل بسيكولوجيكمون سي تري ديفيسيل دونك وقتها اون اوبت بور اكستراكسيون امبلونتاسيون ايميديات مي عندها شروط نتاعها بيان سور اللي هما ما يكونش فما انفيكسيون ما يكونش فما ابسي باغ اكزومبل دو بو اللي هما يكون عندنا كميه كافيه من العظم اللي تنجم تشد لنا لامبلون في البلاصه هذيك واللي تسكيره نتاعو زادت تسمح لنا ان نحطوا لا بروتيز ما تكونش تسكيره كيما نقولوا كاريت على سني فوالا بالضبط كي ما نقولوا احنا السنه تحسها محصوره ولا مكبوسه اكزاكتومون اي انتم كيفاش مادام مش لهنا نورمالمون فما لابوغاتوار اللي تبعثوا له باش تاخذوا نقولوا احنا السنه ولا الزرصه اللي باش تظهر معناتها ينجم يصنعها في نهارها ينجم اللابوغاتوار يصنعها في نهارها كيما تنجم تعملها سور فوتوي فما دي بروسيدور اللي انت تنجم تصنع السنه على لامبلون ولا تاخذ القياس تنجم ابخي ان جور تحضر لك لا كورون دونك فما بلوزيور بروسيدور انت وبيان سور الباسيون نتاعك وانت والكا كلينيك نتاعك شنو اللي في بالي التكنيك هذه مش ياسر متداوله ولا الطريقه هذه نتاع العمل مش ياسر متداوله في تونس هات نقول لك علاش على خاطر تويكا راهو في برشا توانسه قاعدين يمشيوا لتركيا مثلا باش يعملوا الزراعه هذه اللي يقول لك انا نمشي لتركيا فواياج ونمشي نحوز ولا تحب نركب نزرع معناها زرستي ولا سنتي ولا اللي حاجتي به ونروح في ثلاثة ايام اربع ايام لنا في تونس كما انت كنت تحكي نمشيو بالبروتوكول القديم اللي هو نقعدوا ثلاثة اشهر لين تلم العظم ولين ندرى شنو دونك لهنا شنو الباهي وشنو الخايب في الحكايه هما لي دو بروتوكول فوزابل مي باغ كونتخ كونسيرنون تركيا لامبلونتولوجي لازمها دي كونترول معناها لازمك تتبع من قريب المريض نتاعك ينجم يمشي لتركيا يحط لي زامبلون نتاعو من بعد ما تبعوش ان كونترول تلقى ان امبلون اللي في صارت فيها لي زوسوز ان امبلون كي نو سي با اوستيو انتغري سورتو في لي كا دو فولارش اللي يبدا برشا دي زامبلون باش يشدو فم كامل بالضبط دون سو كا
Donc le protocole اللي حكينا عليه الاول c'est le protocole classique qui est le protocole entre guillemets اقل ريسك فيه que le protocole الثاني خاصه للكبار شويه في العمر راح نقول بالضبط c'est le protocole اللي فيه اقل ريسك mais les deux sont faisables معناها زوز نجمو نعملوهم وزوز c'est des protocoles qui sont décrits dans la littérature avec des taux de succès يخلطوا حتى 99% فهمتك لهنا العبد اللي يعمل زراعه سنين بعد يعيش حياته عادي دكتوره والا كما العاده نقول له اسمع حاول ما تاكلش شوينغام حاول ما تاخذش الكراميل على خاطر سنتك ما تنجم تتحرك ولا حكايه باقي تقعد فما ريسك نتاع تتنحى ولا تتقلع السنه هذيك بور كونسيرنون الكراميل والشوينغام سي سورتو بور لي كا دو بريدج علاش خاطر سي كما قلنا سي زوز ثلاثة سنين ديزون مغالفين دونك انت كي باش تاكل بريتش خاطر سا تيان افيك اون كول ولا ان سيمون دو سيلمون دونك كي باش ياكل فما بوسيبيليتي انه يتنحى كونسيرنون لي زامبلون لازم المريض يفهم اللي كيما سنيه كيما لي زامبلون دونك لازم يستحفظ عليهم يحكهم فما اون مانتونونس افير فما يستعمل لي بروسيت انتر دونتير سورتو يتعلم لا بروس خاطر مادام وصل هو خسر السنه نتاعو يفو فواغ علاش خسرها Est-ce que c'est la carie? Est-ce que c'est une maladie parodontale? شنو اللي خليه يخسر الزرسام تاعو؟ فهمت. دونك جاي لازم جينيرالمون المريض يتعلم يحك سنيه، يتعلم يتلهى بلي بروتيز كيما ما تلهيش بوتيتر قبل بسنت ولا ما استحفظش عليها. توا العبد اللي مثلا يعمل زراعه، نجم تصير له ما نعرفش انا انفكسيون ولا حكايه في الزرسه هذيك ولا في السنه هذيك اللي زرعها ولا Et les complications. Généralement, on peut avoir des complications soit précoces, soit tardives. Précoces, c'est-à-dire qu'il y a un peu de temps à l'implant. Mais généralement, la cause, c'est la dame qui a une infection d'hormones. C'est-à-dire qu'il y a un peu de temps à l'implant. Ou c'est un peu de temps à l'implant. Ou c'est un peu de temps à l'implant. Ou c'est la dame qui a l'état. Donc, j'ai eu un peu de temps à l'implant. Quand l'implant, on ne peut pas être sûr que nous avons l'adam à la dame à la qaada. Donc, il peut y avoir des complications. Mais, même si on a l'implant, on peut le reprendre et ça marche très bien. فهمتك بيه اذا كان صارت مشكله مدام في انا توقع نسال فيك في العباد اللي ممكن اللي سمعتهم ولا اللي عندهم تجربه هكا دونك اللي عمل الزراعه حتى سنين مثلا من بعد الزرسه هذيك طارت ما نعرفش اللي بحذاها معناتها قلقتها تنحات مره اخرى ينجم يعاود يعمل زراعه والا ديجا احنا عندنا الباز اللي نجم جوست نركبه كان الفوقاني يقولون انت والحاله اللي عندنا كان هي سنه واحده وزرعنا في بلاصتها سنه واحده Dans ce cas, senna ou la zarsa li bjnaba najmou nazraouha. Dans le cas où ana senna ou par exemple bahdaha senna ferra ou senna okhra, mana nqoulou tlatha, on bridge. Voilà, on peut faire un bridge sur un plan qui m'a ftaswir li antkom houni au lieu de faire deux dents. Donc c'est deux implants bjhezou tlatha sennin, tlatha zrous. Fahmt. Kima fi halt lfoularch, lfom lkamel, généralement on hot aussi six implants, parfois quatre et parfois huit. Enti ou l'arcade dentaire bjhez lek 12 senna. فهمتك دونك مش كل سنه يعوضها ان امبلون با نيسيسيرمون فهمتك باهي دكتوره لهنا الغشه وين تصير؟ ما يسالش هو سؤال درا كيفاش اما بالحق الغشه وين تصير خلي العباد اللي يحب يمشي يعمل زراعه يعرف روحه فاش قاعد يعمل اسكو الغشه تصير في كيما انت قلت لي مثلا احنا الفيس هذيك نقولوا له جو سي با الفيس اللي هذاك نحطوه من الداخل ممكن النوع نتاع الميتال اللي فيه تتبدل من سوم لسوم طريقه الخدمه شنو اللي تصير فيه مشكله؟ والله صعيب شويه السؤال هذه خاطر ديما العباد ما تفهمش خاطر يقول لك شبيه هذاك انا عملت زراعه بمليون و500 الاخر عملها لي ب 700 الاخر عملها لي ب 3 ملايين علاش الاسوام تتبدل معناها من طبيب لطبيب هما لي زامبلون سي بلوزيور سيستيم امبلونتير سي دي مارك فوالا دونك فما كيما فما دي مارك سويس كيما فما دي مارك امريكان كيما فما دي مارك كورين مي لي زامبلون في حد ذاته ما يفرقش ما انت ونوعيه كلهم اون تيتان كلهم فيهم ان تريتمون دو سيرفاس بيان سور فما دي مارك غير من دي مارك مي ما نجموش نحكيو على ان بلان اخيب من ان بلان خاطر سي لو بروسيسوس دوستيو انتغراسيون ابخي تو باش يصير الكل باش يلتئم يلحم في العظم فهمت دونك من بعد والله ما نعرفش بون احنا سؤال هكا سالته على خاطر ساعات واحد يقول لك علاش الاسوام تختلف انت قلت لي كلهم بخاس كيف كيف دونك حسب لي مارك اللي تحطها كيف نعمل زراعه زروس مثلا هل ينجموا يقلقوا لي السنين القدامين نجم تراسي نعمل في اباري دونتيغ ولا حاجه لامبلون سي حاجه فيكس اون فوا تحطه باش يقعد في بلاصته ما عادش يتحرك
ما يقلقليش السنين الاخرين. ما يقلقلكش السنين الاخرين، لا سي البلاصه فيكس نتاعو ما عادش يتحرك، مش كيما ساعات يقولوا راهو السنين التلانين ولا جرس العقل يدزوا، لا لامبلون اون فوا تحطو يقعد هكاك. فوالا سي البلاصه اللي باش تحطو فيه باش يلحم عليه العظم كيما قلت لك، باش يصير البروسيسوس دوستيو انتغراسيون اللي هو ان بروسيسوس ايريفيرسيبل باش يشد بلاصتو غادي. معقوله برشا، مشكوره دكتوره، يعطيك الصحه المعلومات هذه الكل. دكتوره ايناس زغيالي هي طبيبه مختصه في جراحه الاسنان واللثه. نمشيو بحذا لشيف. يعطيك الصحه فاطمه، مازلنا مكملين معاكم. شيف فتحيه قاعده تحضر لنا في هالالف ليله وليله. أنا ألف ليلة وليلة هذية أيوب كان تقعد تحكي لي تو نقعد نخدم فيهم للصباح. يحبوا الحديث. يحبوا الحديث ولا كم هم يحبوا الحديث، يبدأ الحديث والمغزل نبدأ ونخدموا ونحكيوا حتى لين تولي ألف ليلة وليلة. معناها ما تسربيهمش حاضر، تسربيهم بات واحد وتخليهم يخدموا. أكيد أكيد. بون نجي هنايا ناخذ البات هذية، هوني عندي بات نتاع جلجلان وبوفريوة، وناخذ الكعبة نتاع البات اللي انا قصيتهم هكايا مكعبات. معناها ججلان مرحي وبفريوه مرحيه. ججلان مرحي وبفريوه مدشه. مدشه. شنو زدناهم باش نلصقوا هكاكا؟ البات نتاع ججلان. لا تحطوا لهم لا سكر لا حتى شيء. ونجيو نلفوهم في وسط السكر جلاس. سكر جلاس ونحطوهم كيما تراو فيهم هكا، نعمل لكم كعبه اخرى. نجي نطرحها شويه. ناخذ حكر شطر مغرفه قهوه. نحطها من الفاخس هذايا. نحطها في وسط البات، نسكر عليها ومن بعد نبرمها باش تقعد الكعبه كيما هي، كيما كعبه التمر نحطها ونسكرها عليها بالسكر غلاس. الكل يتخدموا هكا؟ هذوما يتخدموا هكا، فما فورمات اخرين في الف ليله وليله. باه نجيوك احنا مشاهدينا، انا معاكم حطيت اللحم مفروم يطيب معاه البصل وشويه زيت زيتونه. توا بعد ما تفرك شوفوا هنا اللحم كيفاش، باش نفوحوا نعمل له شويه فلفل اكحل، شويه ملح كثروش خاطر باش نستعمل فخوماج انا معاهم، باش نستعمل شويه تابل ونكتفي بهذا. اللي يحب يعطيهم توزويزه ينجم يحط لهم شويه على راس مغرفه فلفل زينه موزوز. هذوما باش نحط معاهم شويه كركم بدل شويه لون اللحم، ونمرقهم ونخلي اللحم مفروم تاعنا يطيب بالكدا هكا. خلطوهم مليح ونخليوهم يطيبوا لين الماء تاعهم يعاود ينشح، دونك هكا يكون الصوص بريسك حضر ما عدلوش برشا، نخليوه يمشي سله سله. ومن بعد نرجع لكم باش نكملوا الفاخس اللي باش تكون في الفليك نتاع القرع الاخضر هذوما اللي قاعدين نحضروا فيهم. نمشيو فاطمه صفي. مشكورين اللي شاف يعطيكم الصحه، وقايد باش نحكيو على ليبرتاف فواياج للناس اللي تحب تعدي صيفيه مزيانه في تونس وفي لي زوتيل نتاع تونس، مع امكانيه التقسيط، مع امكانيه بار شادلال، مع مسيو كاليتي، مع اليوم كان يطلبوا 71 90 56 56، ولا تدخلوا على الباج فيسبوك ليبرتاف فواياج، ولا سيت ويب www.libertavoyage.com، والا كيف كيف يمشيو لي زاجونس الموجودين في سيلينا في تونس في سوسه صفاقس كيف كيف الحمامات، ويتصلوا بليبرتاف فواياج اللي نعرفوه اللي هو افيك مسيو كاليتي، نلقاو كان دي بون زافير اي دي بون كاليتي. فاصل ونرجع. باش ما تندمش وما تخسرش فلوس وتضمن احسن سوم، موقع ليبرتا جديد يضمن لك احسن سوم وفي اسرع وقت، بما انه محرك البحث المركزي لموقع ليبرتا مربوط ديريكتومون بالبلاتفورم نتاع اكبر وكيلة الاسفار والفنادق. وحده وحده يبحث ويقارن ويجيب لك النتيجه اللي ترضيك، ونزيدك الغوشيرش تصير اون طون ريال، باش هكاكا تلقى الامكانيات المتاحه في الفنادق اللي تلوج عليها واحسن الاسوان في السوق، ونضمنوا لك انك تلقى السوم اللي يساعدك. ما تضيعش الوقت، ادخل على libertavoyage.com، تختار فين وقتاش وبالطبيعة قداش تحب تقعد، وبكليك واحد تتحصل على أحسن سوم في تونس. كي تقول أوتيل بأفضل الأسعار تقول libertavoyage.com. طلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا. ياللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا.
كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا سيكا مية العمارة وبسرها تزهينا ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا طيب كلهم أرض طيبة وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان أجبان مرياح سرها صنعة اليدين حرفة واتقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين التوينسا كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة وتن البدر حذرناه سلة سلة محذر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3 تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر سمحت شيف مسهل هالبنت سيغ مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ سيار تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار ما لازورونا في اللي دو بوانت فونت متاعنا في المنزه آن والحمامات الدليل مازال باتري نوكس كوليكسيون 32 بيس او ام اس ب 599 دينار وتنجم تخلص على 6 شهور MS cuisiner autrement.
اوفر اليوم باش يكون كوكوت من عند لوامس اونينوكس 1810، فيها اربعه الوان روز دوري نوار وروج. السوم نتاعها هو 199 دينار معها ان فاز كادو والليفريزون غراتويت وتنجم تتمتع بالتقسيط.